أثابكم الله وأحسن إليكم. المستمع حمود النزيلي من اليمن بعث رسالة ضمنها عددا من الأسئلة، يقول في أولها: يوجد مسجد في وسطه قبر، وعلى جوانبه من الخارج مجموعة من القبور، والقبر الذي في المسجد في مؤخرته، ولا يستطيع المصلي أن يدخل إلى هذا المسجد إلا بعد أن يمشي فوق هذه القبور التي في الخارج، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ هل هي صحيحة أم باطلة؟ علما بأن هناك مسجدا آخر في طريقه إلى التوسعة وخال من القبور. لا تجوز الصلاة في المسجد المبني على القبور، لأن ذلك من وسائل الشرك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وأخبر أن ذلك من فعل اليهود، ولعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وكل ذلك يدل على شدة التحريم وعلى عدم صحة الصلاة. والواجب في شأن هذا المسجد، إن كانت القبور حادثة والمسجد قديم فالواجب نبشها وإبعادها عن المسجد ودفنها مع المقابر العامة، وإن كان العكس أن القبور هي القديمة والمسجد محدث عليها فالواجب هدم المسجد وإزالته عن القبور. نعم.